تركيز. اللي بيضحكني ان مفيش حرفنه حتى لما بتيجي تكتب النهارده خبر كاذب ما بتبقاش يعني حرفي حتى في كتابته. عندك حق، ما بتتعلمش ان انت ازاي تكون حتى بروفيشنال في هذا الموضوع. فبركه للاسف يعني حتى الاخبار من شكلها كده وصياغتها ومضمونها عمرك ما تصدقها. يمكن الخبر الاول اللي معايا النهارده في البيت الكبير وحابين فعلا او قاصدين ان احنا نبدا بيه، وعلى انه ليه بقى؟ من المفترض ان انت لما تتكلم عن موقع محترم زي الموقع ده، موقع الفجر. الفجر آه. فانت بتتكلم على واحده من المواقع المحترمه، ده المفروض يعني. والنهارده الضرب والاخبار الكاذبه كانت عن موسيماني الحقيقه المدير الفني للنادي الاهلي. انا هقرا لحضراتكم الخبر وانتم بنفسكم اللي تحكموا او انتم اللي تاخدوا بالكم انه خبر عاري مبدئيا من الصحه. وده المحزن، ان الناس حتى مش عارفه تكتب خبر كاذب زي ما قلت. الخبر بيقول ايه بقى؟ نقول لكم عنوانه الأول: عرض إماراتي مفاجأة لموسيماني للرحيل عن الأهلي. الخبر ده في طياته أو في سطوره بيقول: في مفاجأة من العيار الثقيل تلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي عرضا من الإمارات للرحيل عن الفريق الأحمر عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك. ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. وفاز النادي الأهلي بلا 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 على أبو قير للأسمدة وكذا. يعني أنا يعني توقفت عند حاجة مهمة جدا، إنه المصدر أو إن اللي بيتكلم النهاردة بيتكلم عن مرات موسيماني، مويرا موسيماني جالها أو تلقت العرض ده، وهي اللي بتتكتم عليه بسبب ارتباط موسيماني بمباراة مصرية مع النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي قدام الزمالك زي ما حضراتكم عارفين في نهائي البطولة الأفريقية. المصدر ده بيقول إيه؟ الفجر: مايرا موسيماني بتتحدث مع المدير الفني لفريق الأهلي، أو مش هتتكلم معاه وهو ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده إلا بعد مباراة النهائي. يعني العالم كله عارف عن العرض الإماراتي ده ما عدا موسيماني النهاردة. هيتم مفاتحته في الموضوع أو مجلس الإدارة، هي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيقول إنه يعني هيعقد جلسة مع موسيماني وعشان طبعا يتكلم في هذا الأمر. وطبعا ده خبر عاري تماما من الصحة. وأنا يعني مش فاهمة أنت لما النهاردة تكتب خبر إزاي يعني ما يعني المشكلة جابوه في موسيماني. يعني احنا بنتكلم على موسيماني واحنا عارفين قد ايه موسيماني مرتبط يعني مش مرتبط بالنادي الاهلي، اه في عقود مكتوبة، لكن مدى الشغف وكان حلم بالنسبة له من سنتين ثلاثة انه يكون موجود في النادي الاهلي.